يا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده من السادسه، حلقه هنعيشها كلها اهلي وبيراميدز. كلام طبعا على الماتش بكره المنتظر الحقيقه، بقى واحده خلاص من المواجهات اللي بتنتظرها او بينتظرها جمهور نادي الاهلي على مدار الموسم، وكمان بتزداد حلاوه المباراه بكره عشان طبعا المنافسه على الصداره ان شاء الله. باذن الله هنغطي لحضراتكم ونتابع معاكم اخر او اللمسات الاخيره اللي بيحطها مستر موسيماني، ونشوف ونتابع تمارينه النهارده ونعرف اخبار الفريق. الحمد لله بدات او بدا ملف الاصابات كده يعني يتخف حدته شويه، واطمنكم على جاهزيه ياسر ابراهيم وايمن اشرف ان شاء الله جاهزين وموجودين في قائمه الفريق لمباراه بكره. النهارده شاركوا في التمرين بدري طبعا، لسه عليه شويه بدري هيغيب لسه كمان، يعني اجراءات احترازيه زياده اطمئنان زي ما بتسموها او زي ما بنسميها يعني. ودكتور ابو عبله قال انه عشان يطمن اكتر على بدر بنون اللي استجابته كانت كويسه جدا في المرحله الاخيره، فضل انه يريحه فتره ما بين شهر ونص لشهرين. طبعا اكرم غايب لسه شويه، عمار كمان لسه شويتين رغم انه ظهر في تمرينه النهارده مع الفريق. كل التوفيق لفرقتنا بكره.